بس اسم المقطوعة ده يتفق شوية مع جزء من حياتك على حافة الألم. يعني واحد يلاقي نفسه لمجرد كلمة، لمجرد وشاية، لمجرد مسألة بسيطة، يلاقي نفسه مواجهة مقابلة مع الموت بدون نقاش مع الموت. اتقبض عليك ازاي والتسلسل حصل فيه؟ التسلسل خطفني السفير العراقي يعني اسمه غافل جاسم وطلبني للسفارة. مجرد دخلت لهجته تغيرت. كان جايين فريق من بغداد 6 تقريبا أشخاص، أخذوني من السفارة للمطار اترحلت. والقنصل قال لي إذا بعثناك بجواز أحمر تعدم اليوم بدون محاكمة. قال لي أبوس إيدك باسبورك الريد. أنا رفضت، قلت ما أعطي باسبوري. قلت لهم إذا تريدوا سفروني شوفوا كيف تسفروني. كل الفنانين الأردن إجوا للمطار. فقلت لهم أنا إذا وصلت اليوم للعراق لازم تبقوا تتصلوا فيه، لأنه احتمال يعدموني هذا النظام. وكان معي الأمن اللي جايين من بغداد. قلت لهم دول مجرمين وكلهم مسلحين، وكشفت واحد منهم جاكيته. قلت لهم كلهم شايلين رشاشات في المطار وفي الطيارة راح يطلعوا معي. ظلوا 23 يوم تحقيقات يومية كم ساعة، وبعدين قالوا راح نطلق سراحك. عملوا لي ورقة، حولوني إلى مكان على أساس إطلاق سراح. طلعت الورقة هي حكم إعدام، هي خلص يعني أنت بسجن رقم واحد. الله يشهد على كل كلمة أقولها. كان معي 400 واحد في السجن، 2 بس عشنا منهم، و400 واحد ولا منهم واحد يستحق حتى ينسجن شهر. يجمعونا الصبح بالستة الصبح بعصي غليظة جدا، يصحونا يوقفونا. المعدومين يقول بالحرب العراقي باللهجة العراقية، المعدومين يوقفوا هنا، واللي ما معدومين ما محكومين يوقفوا هنا. فأنا ما أعرف أقف مع مين، كنت أقف مع اللي ما محكوم. طبعا. فواحد ده يقرأ قال لي أنت مو نصير شمة أبو العود بالضبط، بتاع العود المصري ده. إيه بتاع العود، هو بتاع بالعراق العود. أبو العود. قلت له إيه. قال لي أنت هنا مع المعدومين. قلت له بارك الله بيك على الخبر الحلو. تعرفي منه اللي جزء من سبب اني اخلص من هذا الاعدام؟ مين؟ نور الشريف. نور الشريف؟ اي نور الشريف، فنان كبير. ليه بقى؟ سمعني بالبصره في يوم الفن، وكان ليلى طاهر وتيسير فهمي ونور الشريف وصلاح السعدني ومجموعه من فنانين مصر الكبار. ونور الشريف اول مره يسمع العود بعودي، وقف مسك المايك وحكى كلام كبير جدا. كان جالس مسؤول بعثي على جنب بمكان يعني بعيد عن الأنظار. هذا المسؤول هو السبب فيما بعد في إطلاق سراحي. أنت حكيت موضوع نور الشريف ده قبل كده؟ أنا أول مرة أسمعه. أنا يمكن حكينا. أنا أتمنى له الشفاء العاجل يعني. كل التحية والمحبة والسلام لنور الشريف. ده أنت أنقذت الرجل ده من على حبل المشنقة. يا الله. إيه أحيانا الأشياء كيف تمشي كيف تدور، ولذلك هو أول صديق لي في مصر نور الشريف. كده عن علاقتك بالقاهرة نصير شم. جيت متأخر للقاهرة على حسب علاقتي في العالم العربي والعالم كله. قدمت عروض. يعتبر وصولي إلى 97 98 كان أول حفل في نقابة الصحفيين. كان متأخر يعتبر 97. أول مرة تيجي تعزف أول مرة. فحسيت فداحة الخسارة إنه جمهور مثل هذا وشعب مثل هذا، كيف أنا تاركه كل هالسنين؟ وأنا أتذكر يعني الحقيقة كنت ماخذ موقف انه مصر وقفت مع يعني كنظام سياسي وقف مع الامريكان وتدمير العراق وقتل الاطفال والاشياء هاي كلها اللي الناس تعرفها. لكنه اجى وزير الثقافه الفنان فاروق حسني لتونس وقال لي كلمه هي اللي غيرت هذا الكلامي وموقفي. قال لي ولا تنسى انه اول مظاهره طلعت من الاقسام الداخليه بطلبه جامعه القاهره. صحيح. فانت صحيح. روح لهؤلاء، روح اعزف لهؤلاء. قلت له خلص غلبتني في هاي الكلمة. طيب بمناسبة بقى القاهرة وألحان القاهرة، على قد الشو اللي في عيوني يا جميل. سلم. Thank you.
صغير بقى كنت بتعلم عود ولا كنت في محل حلاقه؟ انا سمعت انت كنت محل حلاق. هذه كان في المحل الحلاقه الله يرحمه اسمه حمد الحلاق. حمد بالضبط. حمد. كان يجتمعوا عنده كل المثقفين الكوت، فحبيت ادخل معاهم، فطلبت من ابي الله يرحمه انه يبلغ حمد الحلاق انه انا حب اشتغل عنده. تبقى صبي حلاق. صبي حلاق. فابويا زعل واخواني ما قبلوا، وانا ظليت مصر انه اريد بالعطله الصيفيه اشتغل معه. السبب قلت له ما انا احب الحلاقه. المهم تعلمت الحلاقه ولا لا؟ في نكته قويه جدا. مره من المرات انا اجي الصبح قبل القسطه قبل الحلاق. أيوة. فمرتب المكان، اجاني طيار بالقاعده الجويه اللي بالكوت، طيار هندي رتبه كبيره جدا، فقال لي اريد شعري شويه هيك يسأشر لي على الجوانب. فأنا افتكرت مثل الأفلام الهندية أنه زيرو من هنا وزيرو من هنا ويبقى شعر بالنص. فأخذت الماكينة وبديت أعمل له شارع من هنا، أفتح له تفتح له شارع. وهو بالناحية هاي شلتها كلها، فشلت الشعر على عينه، قلت له مستر شوف بالمراية. هو شاف المراية انجن، أخذ الشال الفوطة واخذ الماكينه وما اعرف ايش صار، يحكي يشتم بالهندي، واخذ الماكينه وراح. لا اكيد قال كل شتايم. لما مسكت العود وابتديت تعزف، ايه اول الالحان اللي انت حاولت تحاكيها؟ يعني حتى لو توريها لنا على العود كده كنغمات طفوليه، بس بتقول انه في محبه للعود وللاله وللالحان. كل جميل، ويا ما شفت جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم. الاغنيه بدايتها اولا هي عظيمه، لانها تحس انها اغنيه عاطفيه، مع انه الراجل بيكلم ربنا. صباطي على كل حال هو انا اعتبره الصوفي الوحيد في الموسيقى العربيه. مكه وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور، طائر يهني الضيوف بالعفو والمرحمة، واللي نظم سيره واحد ما فيش غيره، دعاني لبيته لحد باب بيته، وما تجلاني بالدمع ناديته. عظيم. ما تأخذنيش، هو ليه العود بتاع نصيل شمة بسيط جدا؟ بسيط يعني مش فخم كده، ما فيهوش صدف، ما فيهوش شغل زخارف. يعني العود مو سجادة ولا طاولة، آلة موسيقية مستحيل يدخل فيها أشياء كلها تأثر على صوتها، كلها تسرق من وحدة الصوت طبعا. هذه فيزياء الموسيقى، يعني الفارابي يقول نصها فن ونصها رياضيات، حساب. صحيح. فالفيزياء في تكوين الآلة لازم تخضع لعدم وجود أي شوائب، أي جسم يضاف للعود هو شوائب يعتبر. هذا
العود بدون رباط يصير أصعب في الصناعة. بس يتوحد الصوت بسرعة. أصل إحنا دايماً إيه متعودنا إنه اللي يبقى على قد حاله العود بتاعه يبقى فيهوش حاجة واللي يبقى ربنا مديله العود. فعشان كده يعني مش بخل من نصير شمة ولا حاجة. بالعكس هذا العود يسوى ثروة. والله. إيه طبعاً. ليه العود؟ هذا لو يدفعوا لي فيه مثلاً ملايين مستحيل أبيعه. أنا فاكر أنت يعني لا غير العود مثل المرأة ما يحب ضرة بالمناسبة. لا والله أبدا. أبدا. لا بس يعني على السيرة بتحبي مين أكتر مراتك ولا العود؟ هذا سؤال صعب. لما قعدت تعمل تقنية أن أنت تعزف على العود بإيد واحدة ايه يا عم ده